إنه الترقب الثقيل لموسم تزلج لا يبدو أنه سينطلق بين عيدي الميلاد ورأس السنة، فعلى الرغم من أن هذا العام ماطر بامتياز إلا أن كل المؤشرات المناخية تشير إلى أن تساقط الثلوج مؤجل. وهالشي بيعود لسيطرة ضغط جوي مرتفع مصدره شبه جزيرة سيناء، عم بيخلي حركة الرياح الغربية وحركة الجت ستريم تتوجه على أماكن أخرى بمنطقة الشرق الأوسط. هالشي بخلينا نشوف أو نشهد حالات مناخية دافئة، وهالشي اللي رح نشوفه بفترة ما بين العيدين. هواة التزلج وأصحاب المؤسسات السياحية في المناطق الجبلية ينتظرون بفارغ الصبر تراكم الثلوج، والجميع يأمل أن يحمل العام المقبل الفرج، علما أن العام الماضي كان كارثيا بامتياز. وهلأ في عنا عاصفة ثلجية بمنطقة وسط أوروبا، من المفروض أنه توصل آثارها على لبنان مع بداية شهر كانون الثاني. الموسم مبدئيا لازم يبلش بين فترة عيد الميلاد ورأس السنة مبدئيا، وحتى ولو بلش ب 15 كانون الثاني بيكون الموسم كثير منيح. عادي تتلوج يعني على رأس السنة، بعد رأس السنة بجمعة، أكيد إذا على النوال طلع جد جنن. في سنين الدل بعد عيد الميلاد كمان، بس بدنا الدولة الكريمة تجيب لنا السواح، لأن نحن مثل الأنيطة مع بعضنا يعني ما في شيء. حلبات التزلج جاهزة بانتظار الرداء الأبيض بعد أن ذاب ما تساقط في الأسابيع الماضية. المرتفعات اشتاقت إلى المتزلجين، وأصحاب الأتيفي يترقبون حركة غابت حتى الآن لتعويض ما فات، والجميع يؤكد أن تراكم الثلوج على ارتفاع أمطار كان يدوم وقتا طويلا في الماضي، الأمر الذي لم نشهده خلال العقود الأخيرة. يعني من سنتين لقبل يعني مثل هلا كانت العالم تيجي تتجهز تنويات تاخذ بوتات كادويات، لحد هلا ولا شيء. يعني اذا بدي اعطيك برسنتج 1%. مع كل تساقط ثلج كما يحصل الان، يكبر الرهان بان موسم التزلج لا يزال كبيرا هذا العام، فالاوان لم يفت بعد، والجميع بانتظار ما سيحمله العام المقبل. ولكن هل سيطول الانتظار؟ من نزارك فرد بيان، نخلع ضيمة، MTV.